الإمام الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام، والده المعظم هو الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، وأمه السيدة أم فروة. ولد عليه السلام في المدينة المنورة في 17 من شهر ربيع الأول سنة 83 للهجرة. كنيته أبو عبد الله، وأشهر ألقابه الصادق، وهو اللقب الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ولد ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق، فإنه سيكون في ولده سمي له، يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كذابا. عندما أدرك 31 من عمره المبارك، استشهد والده الإمام الباقر سلام الله عليه، وبدأت ولايته وإمامته العلمية والعملية للمجتمع الإسلامي. استفاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام من المرحلة السياسية التي شهدت سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، فأسس جامعة لنشر العلوم المختلفة من فقه وأصول وفلسفة وكيمياء وغيرها، فتتلمذ على يديه الآلاف من الشيعة ومن غير الشيعة مثل أبي حنيفة ومالك بن أنس، وهما مؤسسا المدرستين الفقهيتين الحنفية والمالكية. وقد قال أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. روى الإمام الصادق عليه السلام كما هائلا من الأحاديث والعلوم، وهو يعرف بأبي عبد الله في المدونة الحديثية، وينسب إليه مذهب التشيع ويعرف بالمذهب الجعفري. ساهم عليه السلام في انتشار التشيع إلى مختلف البلدان، وقد شهدت هذه المرحلة صعوبة بالتواصل بين الإمام والشيعة بسبب البعد الجغرافي وضغوطات السلطة العباسية، فعين عليه السلام مجموعة من الوكلاء في مختلف المناطق الإسلامية وعبر عنها بنظام الوكالة. جابت شهرة الإمام الصادق عليه السلام المنقطعة النظير الآفاق في العالم الإسلامي، مما أساء الحكام العباسيين فمارسوا الضغوطات عليه وعلى الشيعة وأضرموا النار في بيته عليه السلام. ولم يكتفوا بذلك، بل دسوا له السم في العنب بأمر من المنصور العباسي الدوانقي في 25 من شوال عام 148، فاستشهد مسموما عن عمر يناهز 65، ودفن أرواح نافداه في البقيع الغرقد على ساكنيها آلاف التحية والسلام. جعفر الصادق توارى وغافيها اليوم، مات وتقطعت شمدة من سموم القوم. يا عيون الدين وفي مدمعك مسجون، يا جفون